السلام عليكم، معكم احمد شلتوت، قناة فيشنج اند هانتنج، اتعلم فروم الصيد. انا دلوقتي هشتغل بضفيرة بسردينة بشدة ببغاء. انا عارف الناس هتقول يعني ايه، فبص كده معايا. دي السردين، ده سردين بلدي. طبعا الناس عارفة السردين، السردين ليه اشكال كتير، منها ده احنا بنقول عليه سردين بلدي. الشدب، وده من افضل الطعوم، معرفش اسمه عندكم، ولكن ده الشدب. بيكون العين واسعة، وطبعا ده قديم شوية مش طازة قوي، بس بيكون فيه لمعة هنا، فيه حراشف كده. تعور ايدك لو انت حطيت ايدك عليها هنا كده، مفيش حاجة كده، فيه هنا طبعا مفيش. الباغة، الباغة هنا ما عندهاش اي حاجة، بيكون لمعتها وشكلها مشابه للشدب، ولكن فرق العين. العين هنا واسعة وكبيرة، العين هنا اصغر شوية. ده لمعته ومشيته في المية جميلة جدا. السردين، الشدب، والباغة لما بننزل بيهم حي احسن واحد الشدب. ليه؟ روحه طويلة، بيجري مسافات بعيدة، بيطول معاك في المية، لمعته بتبان ممتاز جدا. السردين ممتاز جدا ولكنه ضعيف، فما بيستحملش كتير في المية وبيموت بسرعة، بيعوز ان انت تخفف العدة شوية. الباغة ممتازة جدا وصاروخ في الجري، ولكن روحها قصيرة عن الشدب. دي فكرة عامة يعني. بالنسبة للأسماك دي كلها تنفع معاك كطعم عادي دلوقتي وهي ميتة، نص كاملة، نص قطعة، شغال، كله حلو، كله جميل. فأنا هعمل ايه؟ عندي 3 سنون، هجرب من الـ3 طعوم وانزل، وابقى واخد بالي السن الاول كذا، السن التاني كذا، السن التالت كذا، واشوف الضرب اللي هيجي لي هيكون ايه. هل كله اتاكل؟ هل في حاجه اتثابت والتانيه اتاكلت؟ حاجه اتاكلت اسرع من التانيه؟ ده اللي احنا هنعرفه دلوقتي وهنفهم منه نركز على ايه. طيب، فرضا ان دي كانت اول سن فوق، وجالي كام ضربه سحبت، لقيت اللي فوق متاكل واللي تحت لسه فيهم شويه، معناه ان الضرب ازيد على السردين. احط الـ3 سنون سردين وانزل واشوف. خلينا نجرب مع بعض كده ونشوف ايه اللي هيحصل. هنطعمهم دلوقتي. اول واحده هحط سردينه كامله، موضوع بسيط جدا. هناخد كده السن، السن اي سن يتناسب مع حجم الطعم. اهو طلعت كده، هلفها وبقيتها جوه اللحم. بس بقى عندنا اهو، لو سمكه حلوه بنت حلال كده عضت مع ضربتي، السن هيطلع من هنا. عايز تبين السن برضو من الناحية التانية، ماشي. ادي اول واحدة سردين، تاني واحدة هناخد نص شدب الديل. ماشي، هناخد الديل ازاي؟ هناخده من هنا كده، ماشي، ونرد. في طرق كتير طبعا، يعني دي طريقة من الطرق، يعني ما تقولش لا اخده من الديل، لا خد كله، كله ينفع، كله ينفع. انا مش عايزك ايه توقف نفسك على حاجة زي دي. طب ليه ما قصش من هنا؟ عشان تطول سنة، لو في سمك صغير وقعد ياكل من هنا، الحتة دي تستحمل شوية، يخش سمكة بنت حلال كده تروح ايه بلع الليلة دي. خش على السن التالت، السن التالت هناخد حتة فيها لحم اكتر اهي. ماشي، بس ديت لحمها زيادة شوية، فانا لو بيت فيها السن وانا بشك مش هيضرب، فخليها كده من بره، خلي السن بره كده. نسحب، خليه كده بره. خلينا نجرب كده ونشوف. اشرح لكم سريعا ايه اللي بيحصل. يعني احنا كده عندنا الـ3 طعوم بتوعنا اللي احنا نازلين بيهم حاليا، السردينة والنص ده والنص ده. السردينة فوق، هكون انا معلقها فوق، هتكون اعلى من الارض، ممكن يضرب عليها
اي حاجه عايمه، يعني المكان هنا ما فيهوش عمق كتير، يعني عمق 2 3 متر، وبالتالي يعني ممكن يطلع لها حاجه من الارض، شعور او كده، او ممكن يطلع لها باراكودا تطلع تاخد دي. نفس القصه في دي، دي هتكون على الارض تحت لانها جنب الرصاصه. دي من ناحيتين هتزفر اكتر، هتجمع السمكه عندي، هيكون نسبه ان هي تجمع السمكه اعلى من اللي فوقيهم شويه. فالمهم دول على بعض كده بيعملوا لك الكوكتيل بتاع التزفير مع اللمعه مع الحاجه اللي هتطول معاك شويه عشان الدل ناشف، حاجات زي كده. كل ده تفكير بره الميه. تعال نشوف بقى جوه الميه هيحصل ايه ونجرب مع بعض سريعا كده. الخيط اللي انا شغال بيه ده 60 وده 50، ماشي. الربطه اللي انا رابطها، انا عايز اشرح لكم الربطات ديت، بس بحاول ان انا اصورها لكم تصوير اوضح ان شاء الله. دي الربطه اللي انا رابطها، مش عارف واضحه معاكم ولا لا، يبقى نشرحها ان شاء الله. شوف الوضع ايه، رصاصه تحت 3 سنون وهيا بينا نمرح. ان تكون رميتي مسافتها بعيده على قد ما اقدر، بحيث انا عايز ابعد، اغطي مساحه ابعد خالص، واشوف الوضع ايه، في اكل مفيش اكل، لان الدنيا نايمه بقالها فتره كده، فعايز ان انا افتح لمسافه ابعد. يلا بينا شوف الوضع ايه. خليكم فاكرين فوق سردينة، في النص شدب، وتحت باغة. هنشوف اللي هيحصل. لو في سمك هتاكل بسرعة، هتلاقي طن 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 قير وبتاع، ونبدأ نشوف الأكشن. الدنيا نايمة وهادية والسمك ما بياكلش حاليا، هتلاقي الدنيا ساكتة خالص، وفين وفين كده ما يجي لها ضرب. في تنقير خفيف، طبعا كده زي ما انتم شايفين الدنيا نايمه، ادم ما كلتش بسرعه على الضفاير، على طعوم زي كده وفيها حته فيها تزفير وحاجات زي كده، لا يبقى كده الدنيا نايمه. فهنعمل ايه بقى؟ نحط لها فلينه صغيره كده، هنجيب الفلينه دي ونحطها هنا. الفلينه دي عباره عن ايه؟ قطعه بتقطعها على شكل مستطيل، وبسكينه حاميه تقطع قطع فيها مش كامل، شايفين؟ مش كامل. تيجي جايه على الخيط هنا كده، تيجي جايه حاططها كده. ايه اللي هيحصل؟ انا واقف بعيد وجت سمكه سحبت، فاهمني؟ ابقى انا عارف ان هي سحبت نص متر اكتر. طبعا لو لقيت دي واقفه عند الحلقه دي، ماشي، لو لقيت دي طلعت لحد الحلقه دي، يعرف ان السمكه عماله تسحب، والدنيا ايه، الدنيا خربانه، وانت مش شنفر باكل. اوبا، شايفين الاكله؟ هي جميله دي، هوب، حجمها حلو. ماشي، احنا هنعمل ايه بقى؟ استعد، معانا 3 طعمات، وهنمسك السناره في ايدينا ونستعد للحركه بتاعتها، اللي هي نحس ان هي ماسكه السن، نروح شكيت. شكيت او ضربت، لقيت السمكه مش معاه، ما اسحبش بقى، اصبر، انت معاك 3 سنون، هدي شويه وانتظر، يمكن تخش على السن الثاني، على السن الثالث. طبعا احنا الطعمايه وحجم السن مستهدفين ان السمكه يكون حجمها يعني ايه، حلو كده. طب لو سمكه كده حاجه كده، هتقعد تنطط لي في الطعم كده ومش هتطلع. ليه؟ لان حجم السن اللي انا حاطه كبير شويه. احنا عاملين حسابنا ان حاجه تخش معانا في الربع كيلو واحنا طالعين، حبات شعور وحاجات زي كده. الحبات ديت لو يعني لو الحجم ده لما بيمسك السن بياكله، بيخش بيبلعه،
وفي نفس الوقت بيسحب معاك، يعني بتلاقي بقى لا يعني عمال يسحب يخبط معاك ان السن ماسك فيه. حتى الان كده مفيش حاجه، يعني الكام سحبه اللي اتسحبوا دول ان في سمك، بس لا مفيش حاجه مسكت في السن. هيرد يعني حد يقول لك ايه هو انت هتستنى ما تمسك في السن؟ شد انت شك. مش دايما بعمل كده، انا حاطط 3 سنون 3 طعوم بنظام معين، رافع طعمايه وسايب طعمايه على الارض ومستهدف سمكه يكون حجمها اكبر شويه. فانا مش عايز السمكه اللي عماله تنقر لي دي، انا عايز السمكه اللي تبلع وتجري. لما رميت كده جنب شعب ولا حاجة داخلة في حاجة. تعالى تشوف 3 سنون اتاكلوا، تمام؟ 3 سنون اتاكلوا، واتاكلوا بهزات بسيطة، يعني ما يعتبرش دي سحبات ولا اكلات كويسة. معناها ايه؟ ان ده سمك صغير. انا لو عايز اطلع نفس السمك صغر السن، بس انا مش عايز نفس السمك، مش عايز حجم الصغير. انا هكمل زي ما انا لحد ما يجي لي ضربة كويسة بالتحليل ناخد سمك. بصوا كده السن ده، السن الاول والسن الاخير قطع شدب الوسطاني سردينة. هنجرب مع بعض. في اوقات برمي واقول لك ان انا سايبت متر ولا 2 عشان الطعم كله ينام على الارض. اوقات تانية لا، برمي واخلي خيطي مشدود بحيث السن الاولاني فوق عايم، الوسطاني قريب من الارض، الاخير نايم على الارض. فاهمني؟ احاول اغطي يعني حسب نوع السمك اللي انا عايزه. المكان هنا ما فيهوش عمق كبير، فحتى وانا رافع، انا حاليا رافع يعني مخلي الخيط مشدود وبالتالي نازل على شكل من الارض جاي بالشكل ده، واحده على الارض واحده اقرب واحده اعلى عايمه شويه. فزي ما بقول لكم كده ممكن باراكودا تخش او ممكن حاجه من الارض تخش لان العمق مش كبير. فخلينا نشوف كده ونجرب ان شاء الله. انا بشوف الخيط ليه؟ السن اللي فوق واللي بعده بخليهم بيتحركوا في الميه، فيلفت نظر السمكه اللي قريبه مني. اول سمكه شكلها جايه لطيفه. اول سمكة تطلع، شايفين الحجم ده؟ السن ده يعتبر كبير عليها. خلص الطعم في لحظة، بس جت طفشة طبعا صغيرة. الدنيا نايمة، الضفاير الدنيا نايمة. اوقات تانية بتبقى شغالة حلو، نرمي ناخد سمك كويس. او قد زي ما انتم شايفين كده، رمية 2 3 عملية في النايم خالص. سمك صغير جدا مش مناسب للي انا عايز اطلعه، مش ده اللي انا شغال عليه. لو انا شغال على الصغير هطلع منه كتير، صغر السن صغر الطعم. جرب قريب هنا السمكة دي، ناخد لونها من الضفاير كده برضه، اخد منها
لحمها جامد، دليل انها طازه. سكينه طبعا هتسهل عليك، بس انا المقصر اللي قدامي فايه شغال بيه على طول. شوف السمكه يمكن يعجبها الطعم بتاعي، سلمان يكون عايزاه ولا حاجه. دولت ممكن احطها كاملة. طبعا ده زي ما انتم شايفين برضو حجم صغير، مش انا مش عايز الحجم ده اصلا، مستهدفه. ممكن استخدمه كطعم محلي بس انا حاليا مش محتاجه يعني. خلي الصغير ياكل براحته، يمكن يجي لنا حاجة كبيرة. حلوه طبعا، بما اننا حاطين الحبار بشنباته هيقعدوا يشدوا بالشنبات دي، انما لو سمكه بلعت الشده هتبقى اقوى.